إلى الأهل والأحبة في فلسطين، أول شغلة كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الجديد. ربنا يجعل أيامكم هنا بهنا دائما يا ربي، ويا رب العام القادم تكون كل أمالنا وأمالكم وأحلامكم تحققت يا ربي. إن شاء الله بنتظركم في حفل لإلي يوم 25/12 في فندق الجراند بارك في رام الله. بقولوا دائما الفرح ما بيكمل إلا بأهله وناسه، فإن شاء الله بتنورونا في هذا الحفل وبنشوفكم يوم 25/12 في جراند بارك رام الله. يعطيكم العافية.